كهربا امبارح اتعرض لارتفاع في الضغط. الناس في النادي الاهلي مش عارفه ايه سبب هذا الامر، ارتفاع الضغط اللي حصل له ده. امبارح اتعملت له الاسعافات الاوليه. النهارده الدكتور احمد ابو عبله اتصل اطمن عليه وقال له هنتقابل عشان يطمن عليه اكتر ويعمل عليه مزيد من التحاليل والاشعاعات. انا مش عارف ارتفاع ضغط كهربا ايه سببه، ربنا يحفظه. شاب لسه صغير 27 سنه، لما يجيله ضغط من دلوقتي او حاجه تعصبه، لا يا ابني خلي بالك من نفسك، قرب من ربك، ركز في الكوره، ابدع على قد ما تقدر، اجتهد على قد ما تقدر، خلي حياتك للكوره يا محمود. انت لعيب يعني، والدك راجل طيب، فارتفاع الضغط ده جه من ايه ما نعرفش. الصوره انتشرت له وهو معلق محاليل. فالف سلام عليك يا كهربا، وشفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك ماشي ويحفظك باذن الله. والنهارده دكتور احمد ابو عبله هيطمن عليك. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. كده قلنا كهربا وقلنا شريف. عاوز اقول بس حاجه تانية، ان في اللجنه النهارده، لجنه الاستئناف، ايدت خصم 3 نقاط من النادي الاسماعيلي الذي يتزيل الجدول او ينافس من اجل البقاء بسبب عدم سداد مستحقات نادي نجوم المستقبل في الحكم الصادر من المحكمه الرياضيه الدوليه وايدته المحكمه الفيدراليه السويسريه بـ1,250,000 فرنك على المهندس ابراهيم عثمان الملياردير الشهير دفع هذا المبلغ لنادي نجوم المستقبل، لان ده حقه. سمير من كوريا ربنا يحفظك يا سمير، لان ده حقه ادفع له. عيب يعني خصم 3 نقاط، ده احنا بنقول يا رب الاسماعيلي يقف على رجله، يا رب يرجع يعزفوا سمسميه تاني وكره حلوه تاني وكره جميله تاني. ده الاسماعيلي بنتعامل معاه على انه برازيل مصر الكره الحلوه والممتعه، فيجب ان المهندس ابراهيم عثمان الملياردير الشهير انه يدفع هذا المبلغ لنجوم المستقبل ولا يعرض الفريق لمزيد من الخسائر في النقاط. 3 نقاط خصم والمحكمه لجنه الاستئناف ايدته. ليه؟ ان الحكم صادر من 23 فبراير 21 ب المحكمه الفدراليه السويسريه ورفضوا الطعن بتاع ابراهيم عثمان، والحكم كان صادر من المحكمه الرياضيه الدوليه واللي هم الفدراليه طعنوا قدام الفدراليه السويسريه وترفض. ما قدامكش غير انك تدفع اول 3 نقاط اتخصموا من النادي الاسماعيلي. فيما يخص استئناف كابتن ربيع ياسين، القرار باذن الله هيبقى الغاء العقوبه او تخفيفها، يعني الشهر يكون عدى، لكن هيصدر في اجتماعها المقبل، لان كابتن اسمه ايه ده، كابتن احمد مجاهد لسه يعني عايز ياخد ويدي في هذا الامر، لانه زعلان من الكابتن ربيع ياسين على المستوى الشخصي، لكن لجنه الاستئناف لن تعتد بهذا الامر وهتتخذ قراراتها باذن الله. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير، اوعى تنسى تفعل الخير وتتبرع ل 57357. طيب النهارده اتحاد الكوره مشكورا وافق على التاجيل للنادي الاهلي مباراتي وادي دجله يوم 18 اللي كانت بينه مباراتي صن داونز ومباراه سيراميكا كليوباترا اللي كانت يوم 25 مايو قبل السفر الى قطر ومواجهه نهضة بركان في السوبر الافريقي طب ده امر طبيعي ان هم ياجلوا، اللي مش طبيعي ان يبقى في هذا التربص بالنادي الاهلي، اللي مش طبيعي ان انا اعمل جدول للنادي الاهلي في الدور الادوار التمهيديه احط مباراه في النص اللي هي مباراه وادي دجله، ومفترض ابقى هناك يوم 25 احط الاهلي مباراه يوم 25 عشان اجراءات كورونا والفقاعه الطبيه والحكايه والروايه ماشي. فالنهارده اعلنوا رسمي في اتحاد الكوره ان هم يعني ايه وافقوا للنادي الاهلي على التاجيل، بل وعلمت ان هم هيعملوا اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لممثلي الانديه، مش لرؤساء الانديه بقى، عشان يشوفوا لممثلي الانديه عشان يشوفوا بعد كده محدش يتكلم في الجدول. الجدول مش عاجبكم؟ ونوسعه، يبقى نلعب فين؟ نلعب خلال دورة طوكيو الأولمبية الشهر ده
الشهر ده، الشهر نلعب خلال دورة طوكيو الأولمبية، ماشي الحال؟ طيب ما كل الأندية كانت موافقة ما عدا نادي إنبي. أحمد مجاهد اللي جه لغى، أحمد مجاهد اللي جه لغى. يا جدع أنت بلا القاس بلا غيره يا جدع، يا علاء يا عبد التواب مش كده، يا علاء يا عبد التواب مش كده. فلسه يعمل الاجتماع يوم الثلاث اللي جاي لو الأندية وافقة. طب ما الأندية كانت موافقة وكان القرار عندك، وكان القرار عندك، أنت اللي لغيته، أنت اللي لغيته. هو عمرو الدرديلي اللي بيتكلم بيقول لك الاستئناف ازاي ما وصلش ومش عارف ايه، فهنحاول تاني مع عمرو اهوت لو دخل معانا يقول رايه عادي ويدافع عن رايه عادي. لا ده شكله مش